نادين جيار، كيف الحال؟ الحمد لله. شوفي انا ما اسلم على حد يعني كورونا، بس ما دام ملكه جمال اسلم عليك عادي. تقنعين انه كل هذا طبيعي، ما مسوي اي عمليه تجميل انت؟ ما كنتش عندنا السنه. لو تشاركين بمسابقه ملكه جمال الكون بس لازم تلبسين بيكيني، ترفضين ولا تقبلين؟ انا اريد تمسحين المكياج اللي على وجهك حتى اشوف الجمال الحقيقي. طب ممكن منديل؟ حد معين كنت منتظر رسالة منه كذا يعني؟ احنا اكتر ناس بيخافوا منهم. اخر سنة في طب الاسنان بالضبط. انا باعتقادي انت ما يحتاج لك تخلي المخدر وبنج السن من يشوفك يقدر الواحد. شكرا، ربنا يخليك. من هم الانبياء الاربعة العرب؟ ده سؤال صعب. الكمال مع الرجل، انت ماذا تقولين؟ الكمال لله وحده. يعني انت اليوم خدت لقب، ممكن ورا فترة اشوفك مباشرة محجبة. خطوة كبيرة بس ان شاء الله ربنا يهديك. جاب الفارس إلى الملتقى.